لحظة ذهبية يعني تفصلنا عن نهاية هذا الشهر الكريم. مساكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعينا اليوم من برنامجكم اليومي رمضان والناس، راح ناخذكم في رحلة مدتها ساعة مع هذا البرنامج في فقرات متنوعة وأشياء، طبعا إن شاء الله نتمنى أن تكون تنال على إعجابكم. نتكلم اليوم عن هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر اللي إن شاء الله بإذن الله راح يجعلنا الله سبحانه وتعالى منه من المقبولين إن شاء الله، واللي نال عفوه وغفرانه. نتكلم اليوم أيضا عن الاستعداد ما بعد شهر رمضان لفترة العيد، لكن خليني أمسي أول شيء على زملائي اللي راح يقدموا معي هذه الحلقة. معنا اليوم فيصل إبراهيم وعبد الله حلابي، مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير شيخ، ومساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، حياكم الله ويانا في حلقه جديده من برنامج رمضان والناس. حلقه اليوم ان شاء الله راح يكون فيها الكثير من المواضيع الشيقه، وخصوصا ان احنا اليوم في يوم 18 رمضان، ان شاء الله يعني الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال في هذا الشهر، والله يجعلنا فيه من عتقائه من النار، ونحاول ان نستغل اللي تبقى من شهر رمضان بالخير وبالطاعه، على اساس انه هذا هو شهر الرحمه وشهر المغفره، والشهر اللي فيه تغفر الذنوب ونقدر ناخذ فيه الكثير من الحسنات، فنحاول نستغل اللي بقى من شهر رمضان المبارك. ومساك الله بالخير فيصل. مساك بالنور والرضا اخوي عبد الله، وايضا اختي شيخه، اكيد نحييكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا، سواء كنتوا في الدوحه ولا برا الدوحه، وين ما تتابعونا من التلفزيون، من التليفون، من الكمبيوتر، فمساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقه جديده من برنامج رمضان والناس. مثل ما ذكرت عبد الله، يعني ان يعني شيخ ذكرت ان احنا دخلنا في الجزء الاخير من شهر رمضان، وان ذكرت ان فرصه ذهبيه ان لا تفوت، بحيث ان نستغل هذا الوقت الثمين نكسب فيه حسنات. صح. نكسب فيه الـ صح. الـ الاجر، لان خصوصا يعني رمضان يجينا مره في السنه، والاجر يكون مضاعف اضعاف اضعاف، يعني الواحد ما يكون متوقعها. فاكيد فرصه ذهبيه ان الواحد يكون مستغل مثل هذا الشهر من اجل العطاء ومن اجل اكتساب الحسنات، خلينا نقول. اكيد. يمكن امس بعد مقطع كلامك بالخير يعني فيصل، امس كان في حوار ودردشه، يعني احنا في العائله بين اخواني، فكان في مثل ما قلت لكم من شوي، كان في فئه معارضه وفئه مؤيده من يشتري ملابس العيد حق عياله. فالفكره هي مش بس ان انا اشتري ملابس، الفكره ان الطفل اصلا في هذا الوقت ما يعرف فرحه العيد الا بالملابس الجديده. صح. فانا من المؤيدين جدا ان الانسان لازم يعني يعلم عياله انه يحتفل بالعيد، حتى لو كنا في يعني حصار او كنا في حظر او ما نطلع من البيت، ترى احنا قاعد نعيد على بعضنا، والاولين كانوا يعيدون مع بعضهم البعض داخل البيت، الفرحه موجوده في القلب، غير فرحه طبعا الافطار، ولا انت ايش رايكم؟ اكيد انا اتفق صراحه مع هذا الموضوع، انه لازم انه يكون موضوع الملابس الجديده وموضوع فرحه العيد لازم تكون موجوده في كل بيت. والناس اللي يقولون ان احنا ما راح نروح ونخيط ملابسنا برا، اكيد ما راح تروح، لان كل شيء صار متوفر عن طريق الابلكيشن، تقدر تنزل التطبيقات، تقدر تفصل ملابسك عن طريق التطبيقات، اللي يبون يعني ملابس جديده تقدر تشتري كل شيء، وكل شيء راح يوصلك البيت. اهم شيء انك تقعد في البيت وتحتفل وتعيش الاجواء المميزه في العيد وتفرح بالعيد، وان شاء الله يعني يكون عيد سعيد على الجميع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وايضا لازم ان احنا نحافظ على المسافه الاجتماعيه الامنه بيننا وبين اهلنا وبين عيالنا. وفي نفس الوقت مثل ما احنا ذكرنا عن موضوع ان الواحد يغتنم هذا الشهر الفضيل عشان يكسب الاجر، فشنو احلى من ان الواحد يعلم اخوانه الصغار ولا اخواته ولا اخوه الصغير ولا مثلا عياله الصوم، الصلاه، اداء الفرائض المطلوبه منه، ولا ايش رايك؟ صح. وبعد ايضا يعني قبل ما يعلمه هذه الاشياء يعلمه ويخليه يعني يقدر موضوع الفطور، يعني وقت الاكل، احنا دائما نتكلم عن الاكل، فمن اهم الفقرات اللي عندنا في الحلقه فقره الاكل. شيخ اليوم شنو مجهزت لنا؟ شنو الطبخه اللي عندنا اليوم؟ والله الطبخه اليوم سهله وبالذات حق الشباب، يعني وهي اكله كويتيه، يعني مثل ما قلت لكم انا دائما احب اخذكم سياحه في الاكلات الخليجيه او حتى العالميه. اليوم اكلتنا معدس. سمعتوا عنها؟ سمعنا عنها بس ما جربناها، اليوم راح نشوف الطريقه فيصل. اي تمام. اليوم بتشوفون، اليوم ان شاء الله بتشوفون طريقه جدا سهله وجدا لذيذه.
واللي كلها يعرفون يعني اذا كان من اهل الكويت او من اهل قطر اللي كل هذه الاكله اكيد يعرف ان هي اكله جدا لذيذه ومشهور عند اهل الكويت بالذات في فصل الشتاء. بس يعني عادي اذا مليت من الدياي اللحم السمك اكل ما عليك الا المعدس كتغيير. يعني احنا بعد احنا من يوم ما راح تطبخ شيخه اكيد اليهال يمكن يتابعونا ويشوفونا واحنا ويشوفون شيخه وهي تطبخ الاكل، فلازم يكون عندهم نوع من انواع الصبر نفس ما احنا صابرين، فلازم اليهال بعد يكون عندهم نوع من انواع الصبر، لازم نعود عيالنا على الصبر، لازم نعودهم على الصيام، مو شرط انه يصوم اليوم كله، كافئه على صيامه، علمه شلون ممكن يصوم بطريقه صحيحه، مو شرط انه يصوم من الفجر، ممكن يصوم من الظهر، يصوم من العصر، فعودوا عيالكم على الصيام بس بطريقة حلوة وحببوهم في هذا الشيء. صحيح، ومثل ما ذكرت اللي هو يكون التدريب على الصوم أو مثلا يصومون تدريجيا، مثلا يصوم مثلا 3 ساعات عقب 4 ساعات عقب 5 ساعات لين ما يوصل اللي هو من الفجر إلى أذان المغرب. طبعا مشاهدينا الكرام راح نترككم مع هذا التقرير ولنعوده. الصيام تهذيب للنفوس وصحة للأبدان، وباعتباره ركن من أركان الإسلام لابد من تعويد أطفالنا عليه منذ الصغر وإشراكهم في الأجواء الدينية للشهر الفضيل بكل ما يحتويه من طاعات وفرائض تقربنا إلى الله تعالى. من المهم أن تكون البداية بتثقيف الطفل بصيام شهر رمضان والحكمة من مشروعيته، وأنه يجعل المسلم أقوى إرادة وأكثر تحكماً في رغباته ويقوي إحساسه بالآخر. نبدأ الصيام بالتدرج في ساعات الصوم وفق عمر الطفل وحالته الصحية، ويفضل أن يكون الامتناع أولاً عن الطعام فقط حتى يعتاد الجسم ومن ثم الشراب. من المفيد أن نشغل وقت الطفل أثناء فترة النهار بتلاوة القرآن الكريم أو مشاهدة مواد فيلمية دينية للأطفال، كما يمكن خلق أجواء من المنافسة بين الأطفال المتفاوتة أعمارهم وتشجيعهم بالمكافآت المادية والمعنوية عند زيادة عدد ساعات الصوم. ومن الضروري الاهتمام بتغذيتهم بما يضمن حصولهم على كافة العناصر الغذائية المهمة للوقاية من الجفاف وفقر الدم ولضمان عدم تذمرهم من تجربة الصيام. يعني من أهم الأشياء اللي الواحد يحاول يعلمها عياله أن يزرع فيهم الأشياء اللي فيها خير، سواء حفظ للقرآن سواء الصيام، لأن هذه الأشياء اللي تبقى معاه طول حياته، فكل ما يسوي هذا الشيء أنت تأخذ الأجر، كل ما قرأ القرآن الأجر يعود لك ويعود للشخص اللي يعلمك أنت القرآن، وكل ما صام أنت تأخذ أجر أيضا على صيامه لأن أنت اللي علمت هذا الشيء. فنحاول أن نزرع هذا الشيء في عيالنا الصغار ونحاول نعلمهم هذه الأشياء على أساس أنه يعود لنا الأجر. احنا وياكم مشاهدينا الكرام راح ننتقل وناخذكم في جولة لأخبارنا المحلية اليوم. نبدأ أخبارنا طبعا مع جريدة العرب، وعنوان الجريدة كان اليوم الإعلان عن التصنيف الدولي الجديد لمطار حمد، حيث صرحت شركة سكاي تراكس على موقعها الإلكتروني الرسمي بأنها ستعلن عن نتائج جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2020 صباح اليوم الاثنين، وسيحظى مطار حمد الدولي بتصنيف عالمي وإقليمي جديد يعزز مكانته بصفته أحد أفضل المطارات عالمياً التي توفر للمسافرين تجربة سفر متميزة من فئة 5 نجوم. كما يحتفل حمد الدولي الشهر الحالي بالذكرى 6 لبدء عملياته التشغيلية التي انطلقت في 27 مايو 2014، مشوار كبير لمطار حمد الدولي ومشوار حافل بالإنجازات المميزة صراحة اللي كلنا نفتخر فيها. أكيد، وقد حصد كثير من الجوائز في السنوات الأربع الأخيرة، وخبرنا التالي من صحيفة الراية حافلات لنقل طلبة الثانوية خلال الاختبارات. اتخذت إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي قراراً بتوفير حافلات لنقل طلبة الشهادة الثانوية خلال فترة الاختبارات،
حيث تم توفير متطوعين مدربين على اشتراطات الصحة والسلامة لمرافقة الطلبة مستخدمي الحافلات المدرسية، والتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية في ذهابهم من وإلى المدرسة. وأوضحت الإدارة في إيميل رسمي لها إلى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية أن تلك الخطوات تأتي في إطار الاستعداد لتهيئة مراكز اختبارات الدور الأول الفصل الدراسي الثاني للشهادة الثانوية العامة، وتوفير متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بما يضمن صحة وسلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة خلال فترة الاختبارات. طبعا احنا نتمنى كل التوفيق للعيال اللي رايحين يقدمون اختبارات الشهادة الثانوية العامة، وفي نفس الوقت نتمنى أيضا من الطلبة أنهم يتخذون هذه الاحترازات الطبية، بالذات الطلبة اللي قاعدين يستخدمون سياراتهم الخاصة من غير هذه الحافلات، لأن الوزارة يعني مشكورة ما راح تقصر في الحرص والحفاظ على صحة وسلامة عيالنا. أكيد، والله يحفظ عيالنا ويبعد عنهم الشر يا رب. وننتقل مشاهدينا الكرام إلى خبر من جريدة الشرق تحت عنوان 6000 مشارك في مسابقة كتارة للاستخفاف، حيث كشفت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة أن الإعلان عن الفائزين بمسابقة الاستخفاف سيكون قريبا، وتأخر الإعلان عنها بسبب العدد الكبير للمشاركين. وقالت أيضا كتارة في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر: نظرا للعدد الكبير للمشاركات في المسابقة الذي تخطى 6000 مشاركة من داخل قطر وخارجها، فإن لجنة الفرز ما زالت تقوم بمراجعة المشاركات، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين قريبا. وتعد هذه المسابقة واحدة من البرامج الرمضانية التي أطلقها الحي الثقافي ضمن برامجه الرمضانية الكثيرة التي عرضها عبر مختلف منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية فترة الحجر المنزلي وتوقف النشاطات والفعاليات. يعني بصراحة أنا أشوف شيء جميل أن المؤسسات والهيئات في الدولة قاموا يشاركون الناس، يوصلون للناس في بيوتهم، يعني ما له داعي أن أنت تتعنى مثلا تروح أو غيره، هذا كله يجي تحت اللي هو المحافظة على المسافة الآمنة بيننا وبينهم. صح، أكثر من 6000 مشارك تقريبا في هذه المسابقة عن الاستغفار، فضل الاستغفار فضل عظيم، وحلو أن نركز على هذه الأشياء. ننتقل وياكم مشاهدي الكرام إلى آخر أخبارنا اليوم من جريدة الوطن. وفاق يطلق سلسلة جلسات حوارية، حيث أطلق مركز الاستشارات العائلية وفاق عبر تطبيق زوم، وذلك ضمن إطار أنشطته التوعوية عن بعد برنامج توعوي بعنوان تعال نفهم، ويشمل سلسلة من الجلسات الحوارية التفاعلية مع الجمهور، ويقدمها مجموعة من المختصين في المجال النفسي بمركز وفاق. وطبعا يهدف البرنامج إلى التخفيف من القلق والمخاوف لدى أفراد الأسرة من انتشار فيروس كورونا، وخلق أجواء من المؤازرة والمساندة الجماعية بين أفراد المجتمع من خلال هذه الجلسات الحوارية التفاعلية مع المختصين خلال تبادل الخبرات والتجارب مع الآخرين. يوم احنا نشوف الناس ويوم ناخذ المواضيع والخبرة من أشخاص الموثوقين وأشخاص الخبرة اللي ممكن أنهم يفيدونا، هذا الشيء اللي ممكن أن يشيل عنا الخوف، يشيل عنا بعض التوتر. وشكر لكل المؤسسات اللي قاعدة تقوم بهذا الشيء. أكيد، ومن الكوكبة الجميلة للأخبار المحلية مشاهدينا راح ناخذكم إلى جولة يعني عالمية. زميلنا محمد الحمادي مسكين يتعب محمد وهو يعد هذه الأخبار، يقعد يتنقى فيها الأخبار يعني العالمية، يعطيها ألف عافية. نشوف فقرة بالمختصر مع محمد الحمادي. حياكم الله مشاهدي شاشة تلفزيون قطر، بالمختصر ننقل لكم كل خبر يتعلق بالظروف اللي نمر فيها، وكثير من الأشياء اللي فعلا تأثرت ليس فقط الإنسان وإنما أيضا السياحة تتأثر بنسبة 80%. وهذا هو خبرنا الأول: تراجع أعداد السائحين بنسبة تصل إلى 80%. هذا تقرير لمنظمة السياحة العالمية نشر الخميس الماضي أن الأعداد العالمية للسائحين قد تتراجع بنسبة 80% مع نهاية 2020. فتسببت جائحة كورونا بالفعل في تراجع عدد السياح بنسبة تصل إلى 22% في الربع الأول من هذا العام، وفي مارس وحده انخفض عدد السائحين بنسبة تصل 57%
بعد عمليات الإغلاق وفرض القيود على السفر في العديد من البلدان. وتوقعت أيضا هذه المنظمة العالمية بأن إذا تم أيضا رفع القيود في شهر يوليو القادم راح تكون الأمور أفضل بنسبة تصل إلى 58% بالنسبة للسياحة. وأيضا الأشخاص اللي وضعوا هذا التقرير إذا صدقت التوقعات راح تكون أكيد الحياة أجمل، أما إذا ما صدقت التوقعات فإن الملايين قد يفقدون سبل عيشهم. ونحمد ربنا أكيد على كل التفاصيل اللي نمر فيها، ونحاول نحن نحول كل محنة أن تكون أكيد منحة جميلة لحياتنا. ننتقل للخبر الثاني، معلمة تبتكر وسيلة لعناق الطلبة. في ظل أيضاً الظروف اللي نمر فيها، معلمة في الولايات المتحدة اكتشفت طريقة لاستعادة اللحظات الجميلة اللي جمعتها مع الطلاب، لأنها تكتشف لحظة عناق لكن بشكل آمن. تمكنت كيلسي بافيلكا معلمة المستوى الثاني في ولاية إنديانا من تصميم حاجز بلاستيكي بأدوات بسيطة على بوابة منزلها علشان تضمن وسيلة آمنة لعناق بعض الطلبة اللي اشتاقت لهم أكيد مع استمرار إغلاق المدارس. ونتمنى بأن نسبة أكيد البشائر تزيد، وأيضا فتح المدارس من جديد في أكثر من بلد، هذا أكيد أمر مبشر. ولكن بالنسبة لي السفر، كثير منا من اشتاق بأنه يشوف مشاهد القطارات وتحديدا في فرنسا. الخبر الجميل إجراءات جديدة لتشغيل خدمات القطارات في فرنسا. بعد تاريخ 11 مايو يجب عليك أنك ترتدي الكمامات في محطات القطارات، والركاب أيضا على متن هذه القطارات، وسيتم معاقبة في المقابل الأشخاص المخالفين. وقد يتم رفض دخولك إلى القطار، وقد يتم تغريمك إذا تبين أنك لا ترتدي واحدة، وسيتم معاقبة الأشخاص الذين يسافرون دون ارتداء قناع. ويجب احترام مقاييس التباعد الاجتماعي في القطار، ولا يمكن استخدام مقعدين بنفس الوقت. وسيتم أيضا وضع علامات أرضية لاحترام مسافة الأمان بين متر واحد أو أكثر، لوجود أيضا وسيلة آمنة، يعني أن الحياة ترجع بشكل مستمر، وإن عادت بشكل جزئي هذا أمر جميل، لكن جميل أيضا تطبيق بعض القواعد الاحترازية، ووجود أيضا عقوبات تطبق علشان يكون في احترام في المقابل من جهة السياح أو سكان هذه المنطقة. ومن فرنسا نروح للصين. خبر جميل يتعلق بالجمات ويتعلق بإعادة فتح الصالات الرياضية من جديد. ننتقل للصين، وهذا الخبر الجميل أيضا، أعيد فتح بعض الصالات الرياضية مما يؤثر إيجابا على مدمني اللياقة البدنية، وأيضا يؤثر إيجابا على أصحاب هذه الأماكن اللي عانوا خلال الفترة الماضية من عبء مالي ثقيل. خلال 3 أشهر تقريبا في مواجهة الفيروس وإغلاق الصالات الرياضية في الصين، تم إعادة فتح هذه الصالات، وسيتم فحص درجات الحرارة عند الباب، وعلى الجميع أنه يرتدي قناع ما لم يجدوا صعوبة في التنفس، وأيضا يحافظون على مسافة إلى 2 متر تقريبا. ونتمنى أن الكثير من الصالات الرياضية أنها تفتح من جديد في أكثر من بلد، وتعود الحياة بشكل أجمل. ومن هذا الخبر نروح لروسيا وذكرى يوم النصر في روسيا. إحياء الذكرى 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في مراسم متواضعة هذه السنة في ظل الحجر المنزلي المفروض لمكافحة الوباء العالمي كورونا. ولكن تفشي فيروس كورونا أجبرهم على تقليص وتخفيف الاحتفالات، فلم تكن كالمعتاد. وهذه السنة الاحتفال كان بشكل مختلف في ظل هذا الوباء، فخرج الروس من شبابيك بيوتهم ورفعت كل عائلة صورة للجد أو للشخص اللي كان جزء من العائلة ومشارك في ذكرى الانتصار. فمن هذا الخبر ومن روسيا وذكرى الانتصار وصلنا لختام جولتنا اليوم بالمختصر، أسرة واحدة وصف واحد من أجل قطر.
طبعا مشاهدينا الكرام رجعنا لكم من هذا التقرير الجميل او الفقرة اللي يعدها زميلنا محمد حمادي تتعلق بأخبار العالم في هذه الأوضاع الراهنة، فيعطيه ألف عافية. وأيضا أنا بصراحة الناس المتحمسين لفتح المطارات والعودة الحياة لطبيعتها. اي والله العظيم في خاطري فيني سفره والله. بس انا لاحظت شيء، يعني يمكن لاحظته كثير من افلام الخيال العلمي، والله انا احس انه راح فعلا راح تصير في الواقع وراح تطبق في هالفتره اللي ما بعد كورونا. ايش رايكم؟ انا من اكثر الاخبار اللي شدتني، بما ان انا كنت اروح الجيم وكنت انسان رياضي اتمرن، يعني لحين اتمنى ان انا اكون انسان رياضي، بس من اكثر الاخبار شدتني هو عوده الحياه وعوده الجمات والأماكن الرياضية في الصين. فنتمنى أن هذه الأوضاع يعني ترجع لنا، وإن شاء الله يعني يتم افتتاح كل الأشياء اللي عندنا، وإن شاء الله راح ترجع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. زين إيش رأيكم أنا أخذكم معنا للمطبخ؟ إيه إحنا بنشوف المعدس. إيه نشوف المعدس اللي أنا محاضرته حق مشاهدينا، ونشوف مقادير هذه الطبخة السهلة والجميلة. عندنا بصل مفروم ناعم، ومثل ما قلت لكم دائما البصل ما له مقياس، ايش كثر تبي تحطين بصل، الطريقه اللي بتقصصين فيها البصل بكيفك. بصل مفروم ناعم، جزر مبشور، عندي طماط، ثوم مع زنجبيل مهروس، معجون طماطم، وعندي فلفل بارد، وعندي فلفل حار، ودارسين، وورق كاري، وعندي هني العدس الاصفر قصلته ونقعته انا لمده تقريبا ساعه، وعندي عيش، اي عيش تحبون انتم، بعد ايضا قصلته ونقعته وشلت عنه الماي. عندنا هني البهارات، الفلفل حب اللي هو الاسود، وعندي ملح، وعندي مكعب مرق، وعندي هني الكاري وكركم وفلفل اسود والابزار اللي انا احطه ونعناع، وعندي ايضا البهارات الصحيحه اللي هي عندنا الهيل او حبه اليانسون وغيرها، واضافه الى الماء. راح نبتدي اول شيء طبعا نشغل الفرن. بسم الله ما اشتغل الفرن. ايوه نشغل الفرن. اول ما نبتدي نحط اول شيء طبعا دائما في كل الاكلات اللي فيها بصل دائما نحط في البدايه البصل، الاساس هو الاساس هو اللي بيعطيك الطعم يعني الخطير والاكيد لاي اكله. بدون البصل انا احس اي اكل من الخليج ما ينفع. اوكي يعني مثلا شو المميز اللي في البصل ممكن مثلا يعطينا مثلا غير عن مثلا الثوم او الخضروات الثانيه؟ الطعم، الطعم يعني البصل، يعني اي اكله خليجيه او حتى عربيه اذا ما فيها حمسه بصل او نكهه البصل ما تكون صراحه اكله، حتى لو استعضنا عنها بالبودره، يعني بصل البودرة مو بحلو، ما يعطيك الطعم نفس الطعم، ولا حتى البصل المثلج. يعني لحد يقول لي ان احنا الحين عشان الجمعيات وشنو باخذ البصل ببشره وبثلجه وبحطه داخل الفريزر، لا ما ينفع، ترى يطلع طعمه ترى مو حلو كلش. انا بس اطول على الفرن ولا انقله حق العين الثانيه احسن، لان هاي العين صغيره شوي. هني افضل. أوكي. طبخه هي سريعه وتنفع ترى حتى انتم تسوونها، يعني الشباب لحد يقول لي انها صعبه، مو بصعبه ترى جدا سهله. طبعا اول شيء لازم احنا نشفشف البصل او النشفه لما تنشف ينشف الماي اللي فيه، تبي تحطين زيت، تبي تحمرينه تزيدين عليه ماي شوي وتخلينه تكرمل، كيفك انت وطريقه طبخك. وبالنسبه شيخه بس مقطع كلامك بالخير، بالنسبه لحراره الفرن، هل مثلا على نار هادية، على نار وسط، عالية في البداية؟ في البداية لا لازم نار عالية، لازم إيه، عشان البصل يعني احنا وقت البرنامج بسيط يعني، ولا كان سويت لكم انا ذبايح، بس هاي اللي اقدر في الوقت المتاح لي اقدر اسوي لكم اكلات سريعة، وهاي من الاكلات السريعة جدا والسهلة اللي يقدر حتى اليهال ترى يسوونها ما شاء الله، يعني مو بس الكبار حتى اليهال يعني. شكلها مالت موسم تخييم ان شاء الله السنة الجاية. صح حق العنا. ايه هاي الشباب ترى يحبونها وايد، لانها قلت لك اكله سريعه وما تاخذ وقت. زين على بال ما احنا البصل هني يتحمر راح اشرح لكم طبعا الحشو او ماده الحشو. انا هني قطعت بصل، حمست البصل لما تكرمل وصار لونه بني، حطيت عليه بعدين فص ثوم مطحون مع زنجبيل
حطت عليه فلفل بارد مقطع مربعات صغار مع بشر جزر يعني حبة جزر واحدة نفس هاي مال بشرته مع بطاط. البطاطس تاخذينها وتقطعينها مربعات صغيرة، تبينها مربعات كبيرة، هذه للزينة عقب بعدين، وتحطين عليها البهارات اللي انت تبينها اللي في خاطرك الموجود عندك. يعني الطبخ اصلا يعني زملائي ما في قانون، ما في اقول لك لا لازم انت تاخذ بهالاشياء. يمكن الحلويات هي بس اللي نحتاج فيها بعض القوانين الصارمة. ليش؟ لان الحلويات لو غلطت في مقدار زدت مقدار ممكن يطلع الحلم مو بزين، وبالذات في حلوياتنا العربية ما تي المقادير عشوائية. أما في الطبخات لا، عيش اللحظة معاك. أنا سمعت مقولة اللي تقول الطبخ هو نفس، على حسب نفس الواحد في الـ في, الـ في الأكل ولا في الطبخة ولا في الطباخ ينعكس هالموضوع على الأكل اللي راح يقدمه ولا الأكل اللي راح يطبخه. هي أكيد أكيد كلامك صحيح ترى فيصل. يعني الإنسان إذا أنت مو حاب تطبخ ما راح تطلع طبخة حلوة، أنت مستانس بتطلع طبخة حلوة، أنت حزين الطبخة بتطلع يعني نص ونص. يعني حتى لو أني أنا عندي وصفة كاملة بالمقادير بالملي وكذا وهاي ومشيت عليها، حتى لو عندك الوصفة بالمقادير بالملي، أنا مرات أنا لما أكون متضايقة وأدش المطبخ أبي أطبخ شيء يعني عشان أنسى مثلا أو ما يعني أفكر، تطلع طبخة مو حلوة مع أنها نفس الطبخة ذي مسويتها 100 مرة، بس سبحان الله يطلع طعمها مو حلو. ليش؟ متضايقة زعلانة. الله يبعد عنا وعنك الضيق إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. فيصل أنا بسألك شنو أنا يعني كنت أسأل نايف، أنا قاعد أحاول مع نايف هالفترة إن أخليه وخر عن الدايت بس ما بفايدة، كل ما أسأله شيء يقول لي دايت دايت، حتى الأكل براضي إنه يشوفه بعد. نايف يعني على السفرة يحب السلطة، يقول لك لازم يكون في سلطة. يا سلام. الحين أنا أسألك شنو على الفطور شنو الأشياء اللي تحبها يعني لازم تكون. يعني بصراحة أنت تحطني في موقف عبد الله حرج يعني. إيه؟ يعني سلمان البارحة لما قدمت معاه قال هو مال الدايت وخذال الميني جار الصغير من عند شيخه. إيه؟ وبعد أيضا نايف، وأنت ما شاء الله قاعد تقول لي إن أنت رياضي. لا شوف أنا لي الحين ما برياضي، يعني نايف وسلمان خلهم رياضيين بس أنا وأنت أمورنا طيبة إن شاء الله. أوكي. إيه؟ تمام. عيل إن شاء الله يسلمك. طبعا في كل بيت لازم يعني أغلبية الناس من حسب السوالف مع الشباب فيقول لك اهم شيء الثريد الاساس. إيه؟ ثريد هريس وعقب مثلا يك يا عيش ابيض مع دياي يا مكبوس يا برياني هالامور، وطبعا لازم اللي هي المقالي ما تخلى من اي سفره. صح. سمبوسه فارطه على جنب، سبرينج رول، هالامور كلها الخفايف يعني. يعني 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 انا وانت امورنا طيبه الحمد لله. الامور طيبه انا. إيه؟ بس لا افرق وياك في شيء واحد. شنو؟ ان انا عندي رمضان بدون ساقو ما احس له طعم. إيه؟ لان خصوصا لو تجيب لي ساقو بعد رمضان ما احس انه شيء يعني غريب. حلاوته في رمضان بالضبط. واكيد يعني الاهالي يوم يشوفونا ناكل ويشوفونا نصوم ويشوفونا نسوي هالاشياء في رمضان فهم يتعودون على الاشياء اللي احنا نسويها ويتعودون منا. ومثل ما ذكرنا احنا قبل فيصل يعني انه لازم نعود عيالنا على الصيام، لازم نعلمهم شلون ممكن انه يصومون. طبعا يعني مع هذا الشهر الكريم واكيد في تحضيرات يوميه كثيره، اكيد عندنا مأكولات شهية وعندنا جلسات عائلية. طبعا لازم ان نفكر في موضوع صيام الأطفال، ولأن وايد من الأطفال يبون يصومون وحابين انهم يصومون مثل الكبار، بس السؤال هل الأطفال يقدرون يصومون؟ هل في عمر معين يعني ان احنا لازم نخلي الأطفال يصومون عن طريقه، ولا ممكن ان من اي عمر عادي؟ خلنا نتكلم اكثر وياكم مشاهدينا الكرام عن هذا الموضوع. طبعا معنا الدكتورة أمل فايز مسؤول قسم التوعية والتثقيف في سدرة للطب. يا هلا ومرحبا فيك ويانا دكتورة. خلينا في البداية نتكلم وياك عن صيام الأطفال، هل في عمر مناسب ان احنا لازم نحث الأطفال على الصيام عن طريقه؟ نعم. مرحبا في عبد الله واخوي فيصل واختي عائشة او شيخة سوري. اي نعم تفضلي. بداية نعم بالنسبة حق التعويد الأطفال على الصيام، طبعا صيام الأطفال يتوقف على عدة عوامل، أهمها قدرة الطفل البدنية والجسمانية على الجوع والعطش خلال فترة الصيام. وطبعا يفضل أنه يبدأ تدريب الطفل بالتدريج ممكن 7 أو 8 سنوات. مثل ما تفضلت في البداية أنه ممكن يبدأ التدريج بصيام ساعات من اليوم ويتدرج إلى يوم كامل، وممكن بعدين يتدرج إلى يوم أو يومين في الأسبوع وهكذا.
وطبعا ننصح الاهل بمراقبه الطفل خلال فتره الصيام لمراقبه اذا ما اصاب الطفل اعياء او خلال الصيام. ما شاء الله. دكتوره امل، يعني معروف ان اليهال طبيعتهم انهم محتاجين عناصر اساسيه في الوجبات اللي هم ياكلونها من اجل نموهم، من اجل ان ياخذون الكميه الكافيه، من اجل الطاقه وغيرها من هالاشياء، بحيث انه يقدرون يكبرون معنا صح. فاذا نتكلم عن العناصر الغذائيه اللي لازم تتوفر في وجبات اطفالنا ايضا خلال تجربتهم للصيام. نعم طبعا يجب ان تحتوي الوجبات على عناصر متنوعه من المجموعات الغذائيه الرئيسيه اللي هي النشويات والبروتين والدهون المفيده، وطبعا ما ننسى الالياف والفيتامينات والمعادن التي يمكن الحصول عليها من الخضار والفواكه المتنوعه. زين دكتوره، يعني في حالات كثيره، يعني احنا في اطفال عندنا في عائلتنا مثلا في بعضهم يعانون من بعض الامراض، فهل يعني مثل مرض السكري، سكر الاطفال، فهل في هذه الحاله تنصحون الاطفال انهم ما يصومون، او في حالات اخرى ايضا ما ينصح ان الطفل يصوم فيها؟ نعم طبعا اذا الطفل كان يعاني من مشاكل صحيه او يعاني من مرض مثل السكري او امراض الكلى او غيرها، طبعا يجب استشاره الطبيب قبل ما نسمح للطفل بالصيام، لأن الطبيب ممكن أنه يسمح للطفل بالصيام مع تغيير الخطة العلاجية. نعم دكتورة أمل، يعني أحياناً إحنا نبي الأطفال يصومون، بس ممكن أن الصيام أحياناً يضرهم بما أنهم صغار وما يقدرون يتحملون الصيام، فشلون ممكن أن إحنا نقسم الوجبات لهم على أساس أن يصومون وما نحسسهم مثلاً أن هم مو بصايمين؟ لا، نحسسهم أنهم صايمين ولكن يحتاجون لهذه الوجبات، فممكن تعطينا أمثلة عن طريقة أن شلون ممكن نقسم الوجبات خلال اليوم للأطفال؟ نعم طبعا لما يصوم الطفل لازم نحرص أن وجبة الفطور تكون تحتوي على الكربوهيدرات لتزويد الجسم بالطاقة، والبروتينات لإمداد العضلات وبعد فترة الصيام، والخضروات، وطبعا نتجنب ان الطفل يشرب الماء البارد مباشره بعد الفطور لانه ممكن يسبب ارباك هضمي، ويفضل طبعا السوائل الدافئه مثل الشوربه. وجبه السحور، اما بالنسبه لوجبه السحور ممكن تحتوي على البيض او الفول مع العسل، والتركيز على الخضار الطازجه مثل الخيار والخس تساعد الجسم يحتفظ بالماء او السوائل داخل، ونبتعد عن الدخان لانها ممكن الانسان، وممكن تستخدم اللخن تبادل مع الجبن الابيض. طبعا السؤال على التوازن، نحرص ان الطفل ياكل 3 وجبات رئيسية بالاضافة الى وجبة وجبتين من الوجبات الخفيفة اللي هي السناكس، فمثلا ممكن ياخذ 3 تمرات مع فول جبن، مع وجبة ممكن تكون فريد باللحم أو أرز بالدجاج مع سلطة. بعد 1.5 ساعة وجبة الفطور ممكن ياخذ الطفل الوجبة الخفيفة اللي ممكن تتكون من محلبية عيش، أو ممكن يكون سلطة فواكه بعد كنافة. بعد 2 ساعة ممكن نقدم للطفل وجبة العشاء، وطبعا وجبة العشاء لازم تحتوي على بروتين وكربوهيدرات. البروتين ممكن يكون السمك، طعم السمك او اللحم او الدجاج مع ارز او مكرونه وسلطه. نعم. بعدها بساعتين تقريبا ممكن ياخذ الطفل الوجبه الخفيفه الثانيه، ممكن تكون عباره عن مكسرات او طبعا هذه أنا أحتاج نعطيها على سبيل المثال وليس الحصر. بالنسبة حق الوجبة الأخيرة، وجبة السحور اللي ممكن ياخذها قبل الساعة 2 أو 2:30، ممكن تكون عبارة عن بيضة وتوست أو خبزة وكوب حليب. بهذه الطريقة بيكون الطفل خد كويسة من العناصر الغذائية اللي تساعده على الصيام في اليوم الثاني.
نعم اكيد. الدكتوره امل فايز مسؤول قسم التوعيه والتثقيف في سدرة الطب، شاكرين مداخلتك الهاتفيه اليوم ويعطيك الف عافيه، واكيد نتمنى ان احنا وصلت الرساله حق اهالينا بخصوص الاستفاده شلون مثلا ممكن يعودون عيالهم على الصوم. وايضا حلو ان يعني اعطتنا تفصيل كامل لتقسيم الوجبات عشان ما تحاتي كل ساعه ونص تعرف شنو تعطيهم وشنو الوجبات اللي يحتاجونها خلال يومهم كامل. انا من خلال الوجبات صراحه شيخه وين وصلنا؟ وصلنا ان انا انا وصلت للمرحله اللي لازم نشوف. انا وصلت للمرحله التطبيق، يعني حطينا كل شيء على بعض، حطينا كل بهاراتنا مع البصل وكل شيء. اخر شيء حطيت العدس، العدس ترى الاصفر لما تنقعونه انت وخلاص شلون تنقعت المي تشوفوا شلون على طول ينهرس، يعني ما ياخذ وقت، طبخه سهله جدا ولذيذه. بضيف العيش انا على حسب لا يطيح الجذر بضيف العيش على حسب الماي كميه الماي اللي عندي، يعني مو بهاي العيش كله طبعا راح اضيفه. فيعني كميه العدس اللي تنحط هل هي مقارنه بنفس كميه العيش ولا العيش اكثر من العدس ولا شوف في ناس فيصل يحبون العيش اكثر يبين اكثر من العدس، وفي ناس يحبون لا العدس اكثر من العيش. انت ورغبتك، انت ورغبتك، يعني ما في مقدار معين على حسب انت ايش تحب. في ناس يحبون العدس، انا واحده من الناس احب العدس بكل انواعه، في العيش، شوربه، الى اخره. ما راح اقدر المخرجه تقول لي قعدي حوسي، بس انا ما راح اقعد احوس وايد لان انت عارفين العيش يتكسر. بس بزيد الملح شوي لان مثلا حطيت ملح شوي قليل، راح ازيد الملح. لا شكله اليوم الجدر من نصيبي ان شاء الله اللي يحب العدس. والعدس على فكره ممكن تستخدمون استخدامات كثيره، يعني غير اني هالمعدس ممكن نسوي شوربه عدس، شوربه عدس مع الشعيريه اللي هي البلاليطه هذه. أيوة. نسوي العدس مثلا مع البطاط ونكوره، ونسوي مثلا مقلي مع البصمات والبيض الطحين. كثير طرق يدش فيها العدس. العدس يوازي يعني نسبه الحديد اللي فيه توازي نسبه الحديد تقريبا الموجوده في اللحم. فاذا انت ما تبي تاكل لحم او مش من يعني اللي تاكلون لحوم او بروتينات، فعندكم البروتين النباتي، وبالذات هاي الاكله النباتيه تعتبر حق النباتيين او حتى حق اللي مسويين دايت. اللي كل شيء يقول احنا مسويين دايت لا حق حق نايم وسلمان. ايوه حق نايم وسلمان. طيب احنا هني بس انا انطر بس ينشف الماي. انزين على بال ما احنا نخلص طبختنا وين بنروح؟ نطلع فاصل. نطلع فاصل. نطلع فاصل ونعود ان شاء الله. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. وقبل ما ننتقل ونرجع حق شيخ فيصل، يعني من الامور اللي الواحد يستوعبها ويحس فيها في رمضان انه وايد امور سهله الشخص يقدر يسويها في رمضان، يعني موضوع انك ما تاكل، موضوع انك تصبر، موضوع انك تعرف شلون تتواصل مع الناس، هذه الاشياء انت تقدر تسويها في غير رمضان، بس في رمضان الموضوع ترى يكون اسهل وايد، خصوصا حتى من ناحيه قراءه القران. تحس في رمضان تقدر تقرا القران بطريقه جدا مميزه وبطريقه جدا سريعه، وتحس براحه وتحس بطمانينه، وايضا في الايام العاديه، ولكن رمضان غير. صحيح. في الفتره هذه وايد اشياء تتغير، فلازم ان احنا نستغلها، يمكن باقي 12 يوم، فنحاول والله نحاول نستغل هذه الايام بكل شيء ممكن انه يفيدنا في اخرتنا ان شاء الله. امين يا رب العالمين. اكيد، ومثل ما ذكرت هي اللي يميز الاشياء اللي احنا قاعدين نسويها في رمضان اللي هي روحانيه الشهر. صح صح. ف الله يحفظنا ويحفظ الكل ويبعد الشهر عنا وعنكم يا رب. وايضا مثل ما ذكرت عبد الله، لازم 12 يوم لازم نستغلهم. صح. صح. لازم نعلم عيالنا الصلاه، الصوم، نعلمهم الصدقه، نعلمهم بخصوص تعاليم ديننا، ولازم لازم لازم نكون معاهم في كل كبيره وكل صغيره. ولازم بعد فيصل نعلمهم
ان وقت الاكل يكون بعد من الاوقات الحلوه، فاحنا بنشوف وين وصلنا مع الشيخ عبد الله. انت كل ما رحت رديت على موضوع الاكل، لكن اقول لك الجدر اليوم انا حاجزه. مسكين عبد الله، لاكل الجدر اليوم مسكين عبد الله. طبعا هني احنا عقب ما ضفت العيش نخلي، طبعا مثل ما احنا عارفين نخلي اول شيء على نار عاليه، مجرد ان انا اشوف بس ان خلاص صار في ثقوب ابتدي انزل الحراره على العيش، اخليه يتسكر على راحته، اخلي على نار هاديه بحيث انه ما يحترق جدره، واذا احترق من تحت عادي مو مشكله. يعني انا اقول لكم عيش اللحظه، يعني الناس ياكلون اللي هو اللي في القاع ساعات. اي المحروق ها؟ ايوه المحروق. إيه انا احب اخلي مفتوح شويه بس انه البخار ما يرجع في الغطاء مال الجدر وينزل مره ثانيه ويكون لي ماي، فاخلي شويه مفتوح اساس انه تنشف بس الماي مالت العيش، وعقب بعدين راح ننشف قبل ما ينشف ويصير كذي ناثر شوي. وانا احب الين، هو العدس الميزه فيه ان اي شيء تخلطه معاه يلينه يخليه هميج احنا نسميه. فحلو، تحبون الاكل هميج؟ انا احب صراحه. أي. انا احب ما يكون يعني وايد ناثري ناثري، لا على حسب الطبخه مثل ما انت قلتي. اي على حسب يعني طبخه مخيم فيبي لها شيء مال بو سريع سريع. هذه 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 الاكله هذه سريع سريع. وبعد حلو ان احنا نعلم عيالنا، يعني انت بتطار العيال من شوي، حلو ان احنا نعلم عيالنا في هذه الايام كثير من القيم والعادات والتقاليد الاسلاميه السليمه والصحيحه. يمكن احنا شفنا فيديوهات سابقه كثيره وحتى على وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الاطفال عندهم ما شاء الله القدره اللغويه الصحيحة والسليمة من خلالها تقدر أنت تستقل هذه القدرة والطاقة عند الطفل، ولا إيش رأيكم؟ صحيح، نتفق معك كل اتفاق، أكيد أيدك رأيي 100%. طبعا مشاهدينا الكرام راح نتابع معاكم فقرة عيالنا في رمضان ونتعرف عليهم وهم في بيوتهم وهم يتعلمون الصلاة وقراية القرآن، نتابع معاكم. أنا اسمي سندس محمد علي عبد الله أبل، عمري 9 سنين، وأنا في مدرسة المرخية الابتدائية للبنات، وعندي 3 أخوات نور وهاجر وأسماء. في رمضان إحنا نصوم لين ما يطق المدفع، إحنا نصوم عشان يعودنا على الصبر مثل الفقراء والأيتام. اليوم أرجع من المدرسة في رمضان، نبدل ملابسنا ونقعد على الكرسي هاي ونقعد نطالع التلفزيون، وبعض الأحيان نقعد نلعب هني الصقلة، وبعض الأحيان نقرأ قرآن لما أمي تخلص الفطور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أختي أسماء كنا نصور يعني فيديو كي بعدين هي وسوست لي خلتني أشرب ماي، وبعدين أمي قامت خفت أخبرها بعدين تعصب علي، ويوم خبرتها قالت عادي يعني توش الصومي يعني توش صغيرة لأني كنت في صف ثاني. يعني بعض المرات نروح نلعب تنس، واليوم رحت أساعد أبوي في الزرع. أول شيء بغينا نروح الجنة، نصوم ونصلي ونقرأ قرآن، وكل يوم المحفظة القرآن إتي وتحفظنا نور. أختي من سورة الحشر لسورة الناس، وأنا من سورة الجن لسورة الناس.
كل مرة كنا نروح بيت يدي نفطر هناك وياهم جماعة شي نصلي، وفي بعضهم كانوا يصلون بعد ما نفطر، وكنا نلعب مع بنت خالاتي بنات خالاتي، وكان يعني وايد وناسة. أنا أحب رمضان لأنه في شهر الخير والبركة. طبعاً شفنا هذه البنت يعني صغيرة وما شاء الله، وبعفويتها وبال يعني القيم الجميلة فعلاً اللي اكتسبتها من أهلها، سواء كان من صلاة، من عادات غذائية سليمة، أو حتى من القعدة مع الأسرة والمحبة المنتشرة بينهم. وأنا تحت الهواء يعني تحت الهواء تكلمني طبعاً المخرجة والمنتجة، طبعا ما شاء الله يتلذذون في الريحه وهم يعني مو معانا في الاستديو، وقاعد يطلبون ما ادري ايش قاعد يطلبون، طلبات اكل. انا مو بشيف والله يعني احنا اوريدي اتفقنا شيخ ان شنو ان الجدر من صوبي. طبعا احنا انشبه 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 هي اكيد اكيد لازم عاد هو يعني هو استوى ما استوى، بس انه يعني بقرطسه بودي معي البيت. لا مشكله بسم الله. طبعا الحين هو يعني شبه مستوي، استوى يعني تقريبا ما اخذ له وقت يعني. بسم الله. عاد طبعا شيخه الجماعه في الجاليري المخرجه والمنتجه يطالبون بشيئين في خاطرهم، كوكيز وبقلاوه. يا سلام، اقول لكم انا بسوي لهم برنامج طبخ بس لهم. اسمع فيصل، انا ما ودي احبطك يعني، بس ترى في جدول ماشيين عليه، يعني انت قاعد تقول انه تبي، بس انت ما سجلت اسمك في القائمه. لا انا مسجل اسمي، الله يسلمك. مسجل اسمك؟ امس انا جاي قبلك شيخه. لا ما سجل. ما سجل بس امس، لا امس سجل بس بدايه. اي اقول انا انزين الحين انا ما راح اخلي لك شويه من الجدر، خلي لك شويه يعني عشان ما تقول شيخ ما خليت لك. بارش عليه طبعا هاي الدهن انا مسويتها في البيت، يعني هاي شوي بعدنا عديت شوي بس شويه بس شوي الله بس شوي. وبنزينه الحين بالبطاطا اللي قلت لكم عنها اللي هي تعتبر الحمسه. اي اللي هي الحمسه بالطريقه اللي يعني انتم تبونها، اي بالطريقه اللي انتم تبونها. والمخرج يقول لك عاوز كده، يعني المخرجه والمنتجه يعني يبون هالشكل، فاحنا نسوي لهم اللي يبونه. ان شاء الله يعني تكون الاكله ذي عجبتكم ان شاء الله. اكيد طبعا هي اكله سريعه جدا وسهله، ومثل ما قلت لكم اي احد يقدر يسويها، واتمنى لكم ان شاء الله الف مليون عافيه بعد ما تتناولون هذا الاكل. وادعوا لي واللي بتطبق من بعدي هذه الاكله طرش لي صوره على السناب على الانستغرام اي شيء. يعطيك العافيه شيخه على هذه الاكله، ويعطيك العافيه على كل يوم شيء جديد وكل يوم شيء مميز اكثر. ويعطيكم العافيه مشاهدي الكرام على متابعتنا اليوم. فيصل راح تاخذ ان شاء الله خلاص؟ اي خلاص تاخذ. انا حاجزه قايل لك حاجزه. يعطيك العافيه عبد الله، يعطيك العافيه شيخه. طبعا مشاهدينا الكرام نشكركم على متابعتكم لبرنامج رمضان والناس، وايضا مستمرين في تقديم هذا البرنامج، وبيكون منكم واليكم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه. مع السلامه.